مساء الخير اعزائنا المشاهدين، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج ست ستات. انا دينا ابو كرم هكون معاكم ان شاء الله النهارده من 6 ل 7 مباشره على الهواء. النهارده حلقه متميزه ان شاء الله يا رب بمناسبه عيد الام. بقول لكل الامهات اللي بيتفرجوا علينا كل سنه وانتم طيبين وفي صحه وسعاده وخير باذن الله، وطبعا كل اللي فقد امه يعني مش عايزه اقول بواسيه، انما يعني دي الدنيا يعني، وان شاء الله ربنا يعوضه في ناس بيحبوه حواليه، اخواته والده اصحابه، الخير في الدنيا لسه موجود يعني، وان شاء الله كلنا مع بعض بندعم بعض دايما يعني. فالنهارده الحلقه يا رب تكون مفيده بالنسبه لكم. هبتدي حلقتي بالسينابو لانه ناس كتير جدا جدا بيطلبوه يعني، يا رب اللي بيسال عليه يعني يكتب معانا النهارده الوصفه ويتابعها. بجد وصفه سهله جدا جدا، ما فيهاش مشاكل، مفيش تعقيدات. وهنعمل كمان تورته الايس كريم، وهنعمل كيكه الفواكه المجففه لانه كيكه سهله وفيها فكره لطيفه، الفواكه اللي هي الدرايد فروت زي ما بيقولوا، ان شاء الله تكون سهله برضو. هبتدي النهارده بالسينابو. السينابو عجينته في منتهى السهوله. العجينه هحتاج فيها 1 كوب لبن دافي، وهحتاج 2 بيضه بدرجه حراره الغرفه، 1/3 كوب زبده سايحه، 4 كوب دقيق، ونص كوب سكر، و2.5 معلقه صغيره خميره فوريه. والمقادير نزل على الشاشه معانا اهي. ومعانا في حشوه السينابو هنحتاج 1 كوب سكر بني، و2 معلقه كبيره قرفه ناعمه، 1/2 كوب زبده بدرجه حراره الغرفه. هقول المقادير تاني بسرعه برضو. السينابو هنحتاج 1 كوب لبن دافي، هحتاج 2 بيضه بدرجه حراره الغرفه، هحتاج 1/3 كوب زبده سايحه، 4 كوب دقيق، 1/2 كوب سكر، و2.5 معلقه صغيره خميره فوريه. والحشوة السينابو هحتاج 1 كوب سكر بني، و2 معلقة كبيرة قرفة ناعمة، و1/2 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة. مقاديره سهلة على فكرة، واعتقد دي حاجة موجودة في كل البيت، شوية دقيق شوية زبدة شوية لبن والعملية خلصت. طيب عفوا، انا دلوقتي العجينة بتاعتي السينابو ليه وصفات كتيرة جدا جدا، هتلاقوا لو دخلتوا على النت مثلا هتلاقوا 500 وصفة للسينابو، بس في وصفات بتبقى سهلة جدا وفي وصفات بتبقى فيها شوية خطوات زيادة. مثلا انا اخترت النهاردة وصفة في منتهى السهولة، بحط كل الحاجة فوق بعضها وخلاص، ولا كمية ولا اقسم الدقيق على كميتين، ولا يعني ما فيهاش اي ايه، ولا مثلا اخلي اللبن مع الزبدة بره الاول، مفيش الكلام ده. فكل الحكاية ان اللبن بيبقى دافي شوية معايا تمام عشان يشغل الخميرة على طول. هنزل باللبن بتاعي ده في العجان. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، وابتدي انزل بالبيض. تمام، تمام. بعد كده هبتدي انزل بالزبدة والسكر اهو الشكل ده. الزبدة انا مسيحاها، حتى لو يعني اللي هي مش سايحة قوي ولكن ما تبقاش برضو ساقعة. تمام، واخر حاجة هحطها هي الدقيق. انزل بكل الكمية، بس محتاجة ايه حاجة انزل بيها كده اهو، والخميرة هضيفها على الدقيق، ويبقى كده كل المكونات ايه نزلت معايا. طيب عايزه اقول حاجه بقى بالنسبه لخطوه الخميره، عشان دي حاجه مهمه جدا. بصوا، في يعني الخميره انواع كتيره موجوده في السوق، في السوبر ماركت او في محلات مستلزمات الحلواني. اهم حاجه يا جماعه ان نبقى متاكدين من مصدر الخميره وان هي تكون كويسه. نعم، مدام عبير من القاهره، نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف دين، عامله ايه حبيبتي؟ ازيك يا عبير، عامله ايه؟ الحمد لله. انا بشكر حضرتك على الاستيك والخضار السوتيه، كانت تحفه بصراحه. ربنا يخليكي يا عبير، ميرسي خالص. وميرسي على، عايزه اقول لحضرتك كل سنه وانت طيبه، وعايزه اقول لابعت لماما اقول لها كل سنه وانت طيبه يا ماما، وربنا يخليكي لينا يا رب ويطول عمرك. انا كمان كل سنه وكل الامهات طيبين يا رب. اتفضلي. انا كمان عايزه اقول لك كل سنه وانت طيبه، وبعيد على والدتك كل سنه وهي طيبه، ودايما متجمعين في الخير كده ان شاء الله، وكل امهاتنا بخير يا رب. ميرسي قوي 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 مدام عبير على مداخلتك التليفونيه، بشكرك جزيلا. طبعا انا حطيت كل اللي قلنا المكونات وهخلطها مع بعض، افضل اعجن فيها حوالي 10 دقائق متواصله.
هنا مثلا بص في شويه دقيق حوالين داير داير العجان، ممكن هزه كده مثلا، ممكن استعمل برضو السباتولا لو عرفت ادخل كده سباتولا بالراحه بحيث انزل الايه الحاجه اللي في الجناب دي. دي مهمه جدا الحركه دي يا جماعه، عايزه توقفي العجان وتنزلي الجناب. اوكي قادره تعملي ده كده؟ تمام. يبقى انا كده بعجن العجينه بتاعتي زي ما اتفقنا 10 دقائق متواصله. واتفقنا على ان اهم حاجه في العجينه العجائن عموما الخميره تكون المصدر الموثوق منه حاجه كويسه، نوعيه يعني، بالذات لو محل عليه سحب. يعني ايه ما اجيبش الخميره من يعني، لان بتفرق جدا لو خميره مركونه بقالها كتير ممكن ما تشتغلش معايا يبوظ لي العجائن، ده عادي بيحصل. نعم. طيب انا كده بسيب بقى الخميره تفضل تشتغل معايا 10 دقائق، وبعدين بطلعها بحطها في بوله تكون طبعا مدهونه كويس بالزيت عشان ابتدي ان انا اسيبها واغطيها كويس طبعا عشان تختمر. ولما هتختمر هوريكم شكلها بيطلع بيبقى عامل ازاي. مهم جدا موضوع خطوه التخمير دي يا جماعه، يعني انا بطلعها من الـ مثلا الحته اللي انا بخمرها فيها او بسيبها تختمر فيها، هتعلى معايا بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. انا اتاكدت ان هي خمرته بقت تمام. اهم حاجه ان انا اسيبها في مكان دافي قريب من الفرن مثلا. تمام. اوكي دي العجينه دلوقتي اللي معايا، هبتدي بقى افردها قدامي. عايز شويه دقيق بس يا سيد عشان افردها ما تلزقش معايا. تمام. هوريكم دلوقتي لما هنفردها هتبقى عامله ازاي. هنرش طبعا شويه دقيق كده عشان العجينه ما تلزقش معايا. طبعا السينابون الحاجات المطلوبه جدا والناس كلها الكبار والصغيرين بيحبوها، وانا الحقيقه فكرت فيها النهارده كمان بالتحديد لانه هي بقت يعني طبعا سعرها بره يعني حاجه مش معقوله، فقلت ايه ليه ما نفكرش نعملها مع بعض هنا، وهي عجينه سهله جدا مش محتاجه ان انا كل ما يبقى نفسي رايحه لحته سينابو انزل اشتري ولا يعني، ولو عيله بقى كمان هتبقى حكايه. طيب انا العجينه بتاعتي اهي، هبتدي ان انا ايه اشتغل فيها اهو، وناخد معانا محمود. الو، ازي حضرتك يا شيرين؟ ازيك حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله. انت فاكراني؟ بص بقى معلش انا اسفه اذا كنت مش فاكراك يا حبيبي، بس فكرني والله. انا كنت بتابع حضرتك على برنامج فوق. اهلا بيكي يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ عامل ايه في المذاكره؟ الحمد لله. كنت عايز بقى ابعت اقول لحضرتك كل سنه طيبه. كمان طبعا ست الكل. وعايز بقى ابعت تحيه لينا واقول لها كل سنه طيبه احلى لينا وهي وماما، وبقول لماما لو زعلانه مني في حاجه ما تبقاش زعلانه مني. لا طبعا بعد المكالمه الحلوه دي مش ممكن تبقى زعلانه منك طبعا، ربنا يخليها لك يا حبيبي. كل سنه وهي طيبه، وانا بعيد على ماما وعلى تيتا كمان، وربنا يفرحهم بيك يا حبيبي. طيب احنا دلوقتي طلعنا العجينه واشتغلنا فيها، نبتدي نفردها بالشكل ده. طيب بعد ما هنفردها هنعمل ايه؟ هنبتدي نشتغل في الحشوه بتاعتنا. احنا بس اهم حاجه نفردها سمك معقول، ما تبقاش ولا رفيعه ولا تخينه، السمك بتاعها يبقى معقول. تمام. استأذنك يا سيد في بولة عشان اخلط فيها مكونات الحشوة بتاعتي، ولما هاجي افرد بطل يعني ببتدي من النص كده واطلع لبره يعني. تمام كده اهو العجينة حلوة معايا ومختمرة كويس وتمام. طيب هبتدي دلوقتي ان انا ايه يعني انا السمك ده معقول جدا، هبتدي بقى ان انا اخلط المكونات بتاعت الحشوة بتاعتي، واحنا قلنا عليها اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن سكر بني وقرفه وزبده. طيب دلوقتي لو انا مثلا ما عنديش سكر بني او مش متوفر في المنطقه اللي انا ساكنه فيها او كده، انا ممكن بسهوله جدا اجيب سكر عادي واضيف له معلقه صغيره عسل اسود، بقى عندي سكر بني. تمام؟ موضوع مش صعب ولا اي حاجه. هخلط الايه؟ مكونات السكر البني والقرفه والزبده السايحه بتاعتي، وابتدي بقى ايه افردها على العجينه الجميله بتاعتي. احط شويه زبده كمان عشان تبقى سهله معايا في الفرد اهو. تمام كده. ان شاء الله النهارده بقى كل اللي سالوا على السينابو او اللي عايزه تفرح مامتها في عيد الام او عندي ضيوف، يعني تنفع في حالات كتيره جدا، اقدر ايه اقدر اعمل الوصفه السهله دي
ما بتاخدش وقت خالص. شفنا العجينه خدت مننا ايه؟ ولا حاجه، تمام. ولكن بوفر كتير قوي، وفي نفس الوقت حاجه معموله بيتي جميله، اولادك ممكن يساعدوكي فيها، يخشوا مثلا يساعدوكي في تقطيع العجينه او كده. يعني فكره الخبز في البيت في حد ذاتها فكره جميله ومبهجه بصراحه. يعني محتاجه شويه زبده كمان اهو، وابتدي بقى ايه احط على العجينه بتاعتي على طول. وطبعا احنا اتفقنا لما بنحط العجينه تختمر، المعيار بتاعي ان انا اعرف ان هي اختمرت تمام بلاقيها اتضاعفت. يعني انا حطها مثلا كانت حجمها قد كده، المفروض اجي بعد مثلا نص ساعه الاقيها الحجم اتضاعف، هنا اعرف ان هي ايه كده تمام. بعد ما بتتضاعف ببتدي اخرجها وابتدي بقى ان انا افردها واحشيها، وبعدين اقطعها وابتدي اسيبها متغطيه تاني بفوطه نظيفه طبعا لمدة نص ساعة كمان، بتتضاعف للمرة التانية، تمام؟ وابتدي ان انا افردها بالشكل ده. هتتفرد معاكي بسهولة. في ناس بتحب ان هي بتستعمل، هقول لكم ثانية واحدة، في ناس بتحب ان هي تحط الزبدة السايحة الأول فوق العجينة وبعدين ترش السكر البني والقرفة، بتشوف ان ده أسهل، كل واحد حسب تعوده. أنا هنا حابة استعمل إيديا، هتبقى بالنسبة لي أحسن وأسرع، تمام. ابتدي أفرد السكر البني والإيه والزبدة والقرفة، تمام. ابتدي أنا أوصل كده، ابتدي افردها على كل الحتت اللي ايه اللي محتاجه حشوه، واضغط بايدي كده. تمام، وهقول تاني على حته الخميره، انه اهم حاجه ان الخميره بتاعتي تبقى كويسه. وناخد معانا تليفون مدام كريمه من اسكندريه. اهلا بكل اهل اسكندريه، اهلا بيكي مدام كريمه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دودو؟ ازيك مدام كريمه، عامله ايه؟ كل سنه وانتي طيبه حبيبتي. سبقتيني، كل سنه وانتي طيبه، الله يخليكي. ربنا يخليكي. طبعا انا كنتش عارفه اكلمك الاسبوع اللي فات، طبعا المكالمات ما كانش فيه، معلش. بس بجد حابه اقول لك كل سنه وانتي طيبه، انتي ومامتك وكل اللي شغالين معاكي. الله يرحمها، ميرسي جدا. كل امهاتنا الله يخليكي. الكلمات طبعا ببعتهم تهنئه. الله يخليكي. وبرده عايزه ما ننساش طبعا قبل الاب برده، لاني دايما بيبقى يعني ايده بايد كل ام طبعا. طبعا طبعا. فانا بجد بحييكي حبيبتي، ودايما من نجاح لنجاح انت وكل الشيفات الحلوين اللي جايين. ربنا يخليكي يا مدام كريمه. وكنت عايزه منك الليزي كيك بقى على طريقه دودو بقى حبيبتي. الله يخليك. عينيا عينيا، حاضر، قريب جدا باذن الله، قريب جدا ان شاء الله نعملك الليزي كيك. دي سهله جدا وطريقتها ما بتاخدش وقت خالص، ومن الحاجات السهله الجميله اللي نقدر نعملها على طول، بالذات لو جالنا ضيوف مثلا فجاه، دي حاجه سهله جدا مش هتاخد معانا وقت خالص، وكمان طعمها فظيع. طيب احنا زي ما احنا شفنا مع بعض كده، بعد ما بنحشي العجينه بتاعتنا الجميله دي، نبتدي ان احنا نلفها بشكل اسطواني زي ما احنا شفنا، وهبتدي بقى اقطعها. لو عندي سكينه مشرشره مثلا، باذنك يا سيد، ميرسي خالص. وابتدي ان انا في كده اول حته ممكن بنلاقيها ما فيهاش حشو قوي، فابتدي بقى ايه، انا عايزه مثلا عايزاها تبقى كلها مقاس واحد مثلا، فحابه ان انا اخليها قد 3 صوابع مثلا، واروح ايه واروح قطعه كده، وابتدي اهو زي ما احنا شايفين، وابتدي ارص في الطبق بتاعي اهو، واضغط بايدي بس شويه كده اهو، خدت الشكل السينابون جميل اللي احنا كلنا ايه بنحبه، وبنروح نشتريها من بره من المحلات المشهوره اهو. يبقى شفنا مع بعض طريقه السينابون قد ايه سهله وجميله،
وهتبقى في نفس الوقت لفته لطيفه لو حد ايه عملها لمامته في يوم عيد الام. يعني والله انا لو حد جاب لي هديه سينابو انا هبقى مبسوطه جدا في اي يوم في السنه بقى بصراحه. ادي اهو بص شكلها جميل قد ايه ما شاء الله اهو. وهعمل بقى كده هبتدي اشتغل كده والفرن شغال عندي على 190. هنلاقي معظم المخبوزات على فكره يا جماعه لو تاخدوا بالكم بتبقى على 190 200 دايما كده. عيش توست سينابوك حاجات زي كده. والكيكات دايما تلاقوا يعني غالبا الحراره بتبقى 175 180 في الرينج ده اهو. وادي العجينه بتاعتي اهو ابتدي ارش بالشكل ده اهو. شكلها جميل والله ويفتح النفس من وهي نيه. تمام اهو كده. وادي اخر قطعه معايا هبتدي انزلها بالشكل ده كده مش اهو. نبتدي بقى ندخلها الفرن على زي ما قلنا درجه حراره 190. طيب وهقول لكم على حاجه كمان وهي بتستوي بقى قبل ما تخش يعني خلاص هي استوت حسيت ان هي من جوه استوت تمام بس هتاخد بقى التشميعه اللي من بره دي. في المرحله دي ممكن نغطيها بورق فويل ده بيحافظ على لونها اكتر وان هي ما تنشفش مننا. ده لو حته ان هي تنشف معاكي دي ممكن تساعدك ان هي ما تنشفش. دي كده ايه السينابو انا محضره لها النهارده يعني صوصات ظريفه جدا. محضره معانا الصوص الكراميل وصوص الشوكولاته جاهز وهنعمل التوبينج المشهور جدا اللي هو بالجبنه الكريمي اللي بيبقى لونه ابيض ده بيبقى تحفه جدا في اي سينابو. المقادير بتاعت المقادير بتاعت التوبينج ده خلينا نقول المقادير ونعملها بسرعه. تمام معانا التوبينج النهارده الكريم تشيز معانا واحد علبه جبنه كريمي او 227 جرام بتكون بدرجه حراره الغرفه. معايا 2 معلقه كبيره زبده بدرجه حراره الغرفه ومعايا 2 وربع كوب سكر بودره منخول ومعايا 1 معلقه صغيره فانيليا و2 معلقه كبيره لبن ده اختياري. تمام ده التوبنج الايه كريم تشيز. وعايزين بقى ايه وعايزين بوله وممكن نضربها في ماشي بوله ماشي ممكن بقى المضرب. اشكرك. لا مضرب كهرباء. لا ها اول حاجه طبعا بننزل بيها هي الجبنه. يعني طالما هيبقى فيها حاجه هنستعمل فيها الجبنه الكريمي او الزبده يبقى اول حاجه هتتضرب هي الجبنه الكريمي لان هي دي اللي وارد يبقى فيها تكتلات او محببه وانا عايزه تبقى هي ناعمه معايا خالص جدا يعني. طيب ابتدي انزل بقى اهو جبنه كريمي. في انواع جميله في السوق موجوده طبعا في انواع بحب جدا اتعامل معاها او اشتريها يعني. ادي ايه ادي الجبنه بتاعتي وابتدي اضرب كده. يلا ماشي سيد خلاص كده تمام. اضرب الجبنه الكريمي بتاعتي مجرد دقيقه واحده بس هي بدرجه حراره الغرفه لكن انا بتاكد ان هي تمام جاهزه للشغل. طيب هنا هبتدي انزل بالزبده بتاعتي حاجه بسيطه جدا وناخد منا من منصوره. الو يا منا. الو اهلا يا حبيبتي. مسير قلبي انا بحبك قوي. عامله ايه يا منا؟ الحمد لله. هو ينفع اسال عن حاجه؟ يا حبيبتي طبعا ينفع. ينفع اسال عن تورته الشوكولاته بتتعمل ازاي؟ تورته الشوكولاته؟ عينيا حاضر يا منا عينيا حاضر. بصي اقفلي وتابعيني وانا هقول لك ممكن نعمل ايه. احنا بصوا احنا حطينا شويه سكر بودره. السكر البودره بضيفه تدريجيا على ايه على الجبنه الكريمي. تمام انا عايزه يبقى عندي جبنه كريمي بس مش جامده عايزاها تبقى صوصي كده يعني ايه ان انا لما انزل بيها على السينابو السخن تبقى جميله كده وايه ومش جامده تبقى حلوه قوي. انا كده خلصت الايه خلصت المقدار السكر البودره اللي معايا والجبنه الكريمي بقت تحفه. فاضل اخر حاجه اللي هي الفانيليا. يبقى انا كده خلصت وفاضل بس ان انا هزين بقى السينابو الجميل اللي انا خبزته.
بصوا اهو ده السينمول اللي انا خبزته، النسخه اللي انا كنت محضراها. تمام اهو ادي شكل السينابوي يا جماعه. بصوا قد ايه بيبقى لونه جميل بقى، كمان لو خبزينه في البيت بيبقى لونه يفرح، يعني اللون الذهبي الجميل ده، وانت تتحكمي في درجه السوى طبعا. ما شاء الله. شكله جميل فعلا. فنبتدي بقى هنا، نبتدي نحط بقى مثلا ايه، ندلعه بقى شويه اللي هو التوبينج اللي احنا حضرناه. بصوا جماله بقى قد ايه، زي اللي بناكله بره بالظبط اهو، مفيش اي اختلاف. وبعد شويه التوبينج ده هي السينابو هتتشربه، هيبقى روعه وبيطريه في نفس الوقت اهو بالشكل ده اهو كده، شايفين جماله. وعملناه في البيت وما يعني تكلفته مش جامده مقارنه طبعا بالاسعار بتاع بره، يعني دايما بقيس على ان انا الحاجه دي هوفر فيها قد ايه، يعني هتناسب ميزانيتي. يعني لازم اكون عمليه في حاجات زي دي اللي هي تبقى مكلفه بالنسبه لي. تمام، احط كمان هنا اهو كده. واحنا هنتابع السينابو اللي في الفرن عشان عايزه اوريه لكم بعد ما بيستوي قدامكم بيبقى عامل ازاي. بس هاكد عليكم للمره الثانيه، احنا بعد ما بنسيبها تختمر اول مره حوالي نص ساعه، او لما تتضاعف حجم يتضاعف، بنزلها من الطبق بتاعها البوله، وابتدي ان انا افردها واحشيها الحشوه بتاعتنا السكر البني والقرفه والزبده، وابتدي اقطعها وبعدين احطها تاني في صينيه او في اي حاجه، ابتدي ان انا اغطيها واسيبها تتضاعف للمره الثانيه. تمام، ادي كده ايه، ادي التوبينج بتاعي. تقدري تتحكمي في الحجم بتاعها، عايزاها صغيره، عايزاها لارج، عايزاها زي ما انت عايزه في البيت، اعملي اللي انت عايزاه. لكن بره انا بروح طبعا، غير ان انا بدفع كتير، بتبقى الحاجه يعني موجوده، مش دايما الحاجه اللي انا حباها هلاقيها يعني. اوكي، ادي كده ايه، ادي مثلا الصوص الابيض معايا، صوص الكراميل هبتدي انزل بيه برده هنا، صوص الشوكولاته او جناش الشوكولاته احنا عملناه مع بعض قبل كده كذا مره، عشان كده ايه ما رضيتش بصراحه ان انا اعمله تاني بقى، عشان ما يبقاش يعني ما تزهقوش يعني. هو كده احنا عملناه مع بعض كذا مره اهو، صوص الكراميل بصوا تحفه ازاي، وهنعمله مع بعض برده ان شاء الله مره تانيه. كل حاجة هنعملها مع بعض اهو، وهوريكم كمان صوص الشوكولاتة اهو، من اسهل ما يمكن اهو. طيب احنا كده خلصنا من وصفة السينابو، وشفنا التوبينج بتاعها ازاي نعملها، شفنا الحشوات، شفنا عرفنا درجة استوى، درجة حرارة الفرن ازاي نعرف ان هي استوت ولا لا. طيب احنا في الوقت ده بقى ممكن نطلع فاصل صغير ونرجع تاني، ونرجع بقى عشان نعمل مع بعض ايه الكيكه اللي هي نمره 2 معانا النهارده باذن الله. استنونا. اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا بعد الفاصل ومعانا دلوقتي الحاجه التانيه الحلوه اللي هنعملها النهارده في الحلويات، هي كيكه الفواكه المجففه او الدرايد فروتس بجليز الفانيليا. طيب الكيكه دي في منتهى السهوله، ونقدر نلعب فيها براحتنا، نشكل بقى، نعمل الوان، نضيف لها اضافات زي ما احنا عايزين. كيكه الفواكه معانا النهارده عباره عن ايه؟ عباره عن 3 كوب دقيق او 345 جرام منخولين، 1 معلقه كبيره بيكنج باودر، نص معلقه صغيره ملح، معانا 4 كوب سكر او 350 جرام، معانا 1 كوب زبده، انا اسفه 1 كوب وثلاث ارباع سكر، و1 كوب زبده بدرجه حراره الغرفه، ومعانا 4 بيضه بدرجه حراره الغرفه، ومعانا فانيليا. تمام، ومعايا 1 كوب لبن بدرجه حراره الغرفه او حوالي 240 مللي، ومعايا كمان ربع كيلو فواكه مجففه او الدرايد فروتس. وهنسوي الكيكه بتاعتنا النهارده على درجه حراره 180 او 175 لمده 30 دقيقه او حسب ما بتاخد. كمان حابه اقول حاجه بالنسبه للسينابو قبل ما انسى، السينابو هنفضل نتابعه كل شويه عشان نشوفه هو درجه السوى اللي احنا عايزينها، وفي مرحله كده هغطي بورق فويل عشان زي ما قلت لكم احافظ على ايه درجه اللون بتاعته. في الكيكه بتاعتي النهارده كمان هستعمل جليز الفانيليا، هو عباره عن 1 كوب سكر بودره،
ونص معلقه كبيره لبن وفانيليا والوان طعام حسب الرغبه، يعني لون الطعام ده حابه تستعمليه اوكي، مش حابه مفيش مشكله. طيب سيد بعد اذنك ممكن بوله بس اخلط فيها الدقيق. معانا استاذ ياسر من السعوديه، اهلا وسهلا. السلام عليكم. شفتينا؟ عليكم السلام، اهلا وسهلا استاذ ياسر. احنا متابعينك ومتابعينك من السعوديه، ويعني متابعينك دايما وكل متابعين كل زمايلك بجد بصراحه، يعني عشان نقول نشكر البرنامج كله. الله يخليك يا استاذ ياسر، كتر خيرك بجد، ميرسي على ذوقك. وبحييكي على وصفاتك الجميله السهله البسيطه اللي هي بتوصل للبنات في البيت والستات البيوت، بجد بحييكي وبحيي كل زمايلي. الله يخليك، متشكره جدا جدا على ذوقك وعلى متابعتك ليا، وبجد ذوق منك يعني مش عارفه اشكرك قد ايه. وتحياتنا لكل اهل السعوديه وكل المصريين المقيمين هناك، اهلا بيك يا شيف ياسر منور الدنيا. طيب انا دلوقتي خلطت الدقيق، مكونات الجافه اللي هو الدقيق والبيكنج باودر ورشه الملح، تمام اوكي، بخلطهم كويس كده مع بعض. طبعا الدقيق منخول، الدقيق بتاعنا في الحلويات يعني يفضل ننخله مرتين، بيدي نتيجه حلوه جدا اوكي. طيب انا الدقيق ده نخلته تمام كده، اول حاجه هعملها ايه؟ اول حاجه هنزل بالزبده بتاعتي، بالزبده والسكر، وهضرب الزبده والسكر كويس قوي تمام اهو بالشكل ده، هنزل بالسكر بتاعي. يلا اهو هضرب الزبده والسكر كويس جدا، لما اتاكد ان السكر اختفى ما بقاش ملحوظ في مع الزبده، بعد كده هبتدي انزل بالبيض بتاعي، هكسر بيضه بيضه تمام، نعم مفيش مشكله. طيب ادي معانا اول بيضه تمام، بس ايه تمام، فابتدي انزل باول بيضه معايا اهو ونضرب تمام، وانزل بتاني بيضه وناخد دينا من الجيزه نقول الو. ديما ايما معايا، ايما من الجيزه، اهلا. الو الو ايوه، كل سنه وانت طيبه يا ست حبيب. ميرسي حبيبتي، الكلام الجميل ده، ميرسي يا ايما، ربنا يخليكي ليا بجد، ميرسي قوي بجد يا ايما، واحلى مكالمه، احلى مكالمه جات لي من اول البرنامج بجد. ميرسي حبيبتي، كل سنه. ميرسي يا روح قلبي، ميرسي بجد يا ايما. دي ايما يا جماعه، دي بنت اختي على فكره، فاول مره تكلمني عموما يعني من اول ما بدات تشتغل في التلفزيون. ميرسي جدا جدا يا ايما، ميرسي يا حبيبتي. نعم لا. طيب ميرسي جدا. نرجع بقى نكمل الوصفه بتاعتنا. الكيكه احنا قلنا ضربنا الزبده مع السكر كويس جدا، ضفنا البيضه، البيض بيضه بيضه تمام. هبتدي دلوقتي اعمل ايه؟ فاضل عندي اللبن والدقيق. طيب اللبن، سوري، الدقيق هبتدي انزل بيه، هقسمه على جزئين، يعني دلوقتي مثلا هبتدي ان انا انزل بنص كميه الدقيق تمام، ادي نص كميه الدقيق اهو، وابتدي ارجع تاني. وفكروني نبص على السينابو عشان ايه ما ننساهوش، اخلطه كويس جدا اهو. وبعدين ارجع اخد شويه اللبن اللي معايا اهو، كميه اللبن كلها، واخلط. يبقى قسمنا الدقيق جزئين، جزء نزلت بيه اول مره، وبعدين نزلت بكميه اللبن كلها، وبعدين النص للجزء الباقي من الدقيق، واخلط كويس قوي. وبعدين ابتدي اخد الكميه الثانيه او الاخيره من ايه، من الدقيق بتاعي تمام. طب اخر حاجه هعملها ايه النهارده في الكيكه؟ اني هضيف الفواكه الايه اللي معايا دي، دي بتتباع عند، هتلاقوها عند ممكن المستلزمات الحلواني، بتبقى موجوده على طول يعني.
بتبقى حلوه قوي على فكره. دي هتبقى اخر خطوه معايا، انا ضربت الكيكه كويس جدا جدا جدا، فاضل بس اخر حاجه ان انا بقى اخلط الفواكه بتاعتي، بس هخلطها من غير استعمال عجان او حاجه، يعني احط الفواكه المجففه معايا اهو تمام، وشويه كريز لو عندي اهو، ودي مش محتاجه بقى ايه، مش محتاجه ولا عجان ولا حاجه. وبص على السينابو بتاعي. طب انا بقى الكيكه بتاعتي ممكن بس يا سيد هنخلطها مع بعض عشان نصبها في القالب بتاعي، القالب على شكل مثلا ورده او حاجه. ويلا عشان نبتدي بقى في الايه، في الجليز بتاعنا الجميل اللي انا هوريه لكم دلوقتي. بصوا معايا بقى السينابو خد لون جميل ازاي، انا هسيب لكم الباب مفتوح كده تشوفوها كده، شكلها جميل جدا وبدات تخش في السوا، اصلا الحجم بتاعها اتضاعف بعد ما ايه. بصوا كان واحنا مدخلين الفرن كانت صغيره، يعني بصوا الفرق كبير، اتضاعفت على طول. ناخد ادهم معانا على التليفون. الو الو، ممكن نصبها في القالب بس بعد اذنك. الو ايوه الو ايوه ايوه، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ انا كنت بس عايز اعمل اهداء لماما بمناسبه عيد الام. اتفضل. طبعا اهلا بيك. اقول لها ربنا يخليك لنا يا رب، وربنا ما يحرمناش منك يا رب. يا رب يا رب ان شاء الله كل سنه وهي طيبه، وربنا يخليها لنا امهاتنا وامهات المصريين كلهم يا رب. اللهم امين اللهم امين. ومعلش سؤال اخير، عايز اعرف الشوكولاته بتتعمل ازاي؟ كيكه الشوكولاته؟ طيب هقول لحضرتك، بص احنا النهارده معانا كيكه فانيليا، اوعدك في اقرب فرصه لحضرتك والبنوته الاموره اللي طلبتها من شويه هنعمل تورت الشوكولاته من الالف الى الياء، بس النهارده خلينا ايه، هنكمل كيكه الفانيليا ولسه معانا كمان تورته الايس كريم اخر حاجه، وان شاء الله في اقرب فرصه اعمل لكم تورته الشوكولاته ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. طيب بص يا سيد، انا كنت عايزه بقى بوله ثانيه عشان بس اخلط فيها الجليز بتاعي، مش كبيره يعني، مش عايزاها حاجه كبيره. لو عندنا الجليز بتاعنا يا جماعه في منتهى السهوله. اولا انا عايزه اوريكم الكيك اللي انا خبسته من نفس العجينه دي، عملت ايه، عملت واحده بالفواكه زي ما احنا شايفين اهي، دي الصغيره دي، بصوا جميله ازاي وعملت واحده تانية تمام، وعملت واحده تانية من غير فواكه، عشان في ناس قالوا لي ما بلاش تحطي فواكه بناء على رغبتهم يعني. فكده عملنا واحده كده واحده كده لكل اللي ايه، اللي حابب يعني الكيكه اهو. طيب انا بقى دلوقتي السكر البودره هنزل بيه، الجليز ده من اسهل ما يمكن يعني، حاجه كده للتزيين وحاجه في منتهى السهوله، واحط عليه بس ايه قد معلقتين كبار لبن، وابتدي اخلطهم لحد يعني، ممكن افضل بقى ايه ازود لبن لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه، يعني انا مثلا كده لا، هي محتاجه شويه لبن تاني ما بتتخلطش، انزل بشويه لبن تاني وهكذا. حسيت ان هو خلاص كده بقى جميل معايا، يبقى ايه، يبقى مش هزود لبن تاني، وابتدي احط بقى اللون اللي انا عايزاه مثلا، او فليفر يعني عايزه ادي طعم مثلا حاجه معينه، مش يعني هقدر اشتغل فيه براحتي اهو. بصوا هنا محتاج شويه لبن، اروح حاطه له شويه لبن اهو. بصوا هنا بقى ابتدى ان هو يبقى يدي قوام الجميل اللي احنا عايزينه اهو، ونخلط بقى كويس قوي 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 اهو اهو بالشكل ده، اسهل واسرع جليز واسرع حاجه ممكن تستخدموها للتزيين، وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا، طعمها حلو قوي. هنا هبتدي بقى اديها ايه، عايزه اديها لون يعني بقى نوع من البهجه كده، وفي يوم عيد الام واللي عايز يفرح مامته نحط لها حاجه بسيطه كده، لون مثلا عايزين نديها لون بينك خفيف. ممكن بقى هنا انا حسيت ان هي خفيفه شويه، ابتدي احط لها شويه سكر مش كتير يمسكها شويه مثلا، يعني هنا بتحكم حاجه في منتهى السهوله، وفي نفس الوقت يديني اللون اللي انا عايزاه برضو، يخف اللون شويه. اوكي، بس عايزين لون مبهج وحلو اهو اهو كده. بالشكل ده انا بقى عندي الجليز جاهز،
فاحنا اللي بنتحكم في درجه الايه كثافه الجليز يعني. وابتدي مثلا انزل بيه بالشكل ده مثلا كده يعني. بصوا هو كان يعني سميك ومع ذلك بصوا بينزل، فيعني ما تقلقوش مش هيبقى سميك زي ما انتم متخيلين، لا هو برضو بنقدر نستعمله بيبقى نازل كده عامل شكل ظريف. اهو بالشكل ده. بشكركم جدا جدا لكل اللي بيتواصل معانا على التليفون على الهوا، وكل اللي بيبعت لي بجد والله ميرسي. هي شكلها فعلا ما شاء الله جميله يعني، والوانها جميله كده ومنوره كده. انا بحب الالوان قوي بصراحه يعني، بحس ان هي بتغير لي المود بتاعي يعني، بحب استعمل الوان. طبعا ببقى متاكده ان هي الوان كويسه ومن حته موثوق منها يعني، بس فعلا بتغير مود الواحد. ادي كده اول جليز احنا ايه عملناه مع بعض. بصوا حلو جدا. معلش سيدة هتعبك، هحتاج بولة تانية عشان اخلط الكمية التانية اعمل لون تاني. عايز اعمل دي لون اصفر يعني، وطبعا دي اذواق في الاخر. خلونا بس نحطها جنب السينابون. انا بقى لما بحط الالوان جنب بعض كده ابص لها يعني، بحب قوي الحاجات دي يعني. عموما الحلويات بتدي بتدي فعلا سبحان الله، بتغير لك المود يعني، تخلي مودك حتى انت متضايق شويه او تعبان من الشغل او كده، واحد بيشوف ياكل حلويات بيحس ان هو ايه خرج بره المود خالص. تعالوا بقى نحط شويه السكر دول، الكميه الثانيه اللي معايا نفس الكميه بنفس المقادير بكررها تاني، واحط شويه لبن واخلطهم برده. ما عملتش اي ايه حاجه جديده. معلقه يا سيد الله يخليك، ميرسي خالص. وابتدي ان انا اخلطهم ببعض. هعمل بقى المره دي ايه بالجليز بتاعي يبقى لونه اصفر تغيير يعني. حابين تعملوه وايت وكده ابيض حلو جدا، حابين تحطوا له شويه كاكاو، ممكن نحط لون اي لون، حابين تحطوا له شويه مربى، دخلوا لها مربى مثلا فراوله، مربى اي حاجه حلوه، اي اضافه منك صغيره بجد بتفرق في حاجات كتيره جدا، تفرق في مود الواحد. يا رب يكون كل امهاتنا اللي بيتفرجوا علينا يكونوا مبسوطين وبصحه وسعاده يا رب، ودايما مع بعض في المناسبات الساره الجميله كده، ودايما تتابعوا ست ستات ونبقى دايما كده مفيدين بالنسبه لكم. حط بقى شويه دلوقتي من اللون الاصفر، حط حاجه بسيطه جدا. وناخد ام محمد من اسماعيليه معانا، نقول الو. ايوه اهلا ام محمد. ايوه لو سمحت عايزه مقادير السينابون. مقادير السينابون تنزل لك حالا عيوني. كل سنه وانت طيبه حبيبتي. اهو بصوا بقى اللون الجميل ده كمان يعني ايه، الواحد زي ما اتفقنا نحاول في اليوم ده نعمل كده شويه حاجات بالالوان. طيب سيده استاذنك ممكن نغطي بقى ميرسي جدا. تعالى نغطي بقى السينابوب دلوقتي في المرحله دي. المقادير نزلت معانا على الهوا. ايوه مع حضرتك. نغطيها بفويل عشان زي ما اتفقنا ده بيخلي استوى بتاعها احسن. وطبعا في الاخر احنا يعني دي حريه شخصيه، انت حابه ان انت تسويها كده مفيش مشكله يعني، بس انا شخصيا بعمل ده في البيت. وطبعا ايه هي اذواق الحقيقه، وكل واحد على ما اتعود في مطبخه بيعمل تركات معينه او بيشتغل باسلوب معين. هنا ده جليز اصفر، انا بقى يعني النهارده بحاول احتفل مع امهاتنا كلهم الله يخليك الله يخليك، تسلم لي يا رب. ده يعني اقول ايه لمسه بسيطه كده يعني، مش كفايه ابدا على الامهات وتعبهم مع اولادهم وكده. الام دي يعني الحقيقه نعمه من عند ربنا،
ربنا يخلي كل واحد مامته يا رب. اول ما تقولي لي ستوب هوقف يعني، انا ممكن افضل اعمل كده على طول. بس خلاص كفايه كده، تمام. احنا كده ممكن نطلع فاصل عشان نرجع بقى ان شاء الله نقدم مع بعض تورته الايس كريم، يا رب تعجبكم باذن الله. فاصل وارجعوا لنا. اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا بعد الفاصل واخر حاجه معانا، مش اخر قوي وفاضل كمان فكره الخطوه بخطوه اللي انتم عارفينها. هعمل دلوقتي تورته الايس كريم، تورته في منتهى السهوله زي اللي بنجيبها بالظبط من بره من محلات الحلوانيه الكبار، بس لو تعرفوا طريقتها وفكرتها حاجه في منتهى السهوله جدا. احنا معانا في التورته دي نص كيلو كريمه لباني، معانا نص علبه لبن مكثف محلى، ومعايا فانيليا، ومعايا مربى توت ازرق ولون طعام موف حسب او حسب الرغبه، ومعايا طبقه كيك فانيليا. هقولها تاني، معانا في تورته ايس كريم التوت الازرق، معايا نص كيلو كريمه لباني، معايا نص علبه لبن مكثف محلى، معايا فانيليا، معايا مربى توت ازرق، ومعايا لون طعام موف حسب الرغبه، ومعايا طبقه كيك فانيليا. طيب انا دلوقتي يا جماعه، طبعا السينابو طلع سيد طلعهولنا، تسلم ايديك. بصوا بقى المنظر الجميل ما شاء الله، لا قوه الا بالله. شكلها تحفه، شكلها تحفه، وريحتها مش عايزه احكي لكم بقى. وننزل بقى، احنا ممكن نديها سيد بعد اذنك عشان انا اشتغل في التورته، ننزل بشويه صوص وشوكولاته وكراميل عشان ندلع السينما بتاعنا يوم الاحتفال العالمي. بصوا بقى، اول حاجه في تورته الايس كريم معانا كريمه لباني عاديه جدا، هخفقها معاكم لان انا عايزه بقى بوله اكبر من كده عشان ايه المهرجان اللي هي هتعمله. ادينا بقى بوله كبيره كده. بس تسلم ايديك، لان الكريمه هتعمل شغل دلوقتي. خلينا نامن نفسنا، ماشي اهو. انا بخفقها عادي جدا جدا. عفوا، انا هنا مش حاطه سكر بودره للفانيليا للكريمه اللباني. ليه؟ لان انا معايا اوريدي لبن مكثف، طالما معايا لبن مكثف ومعايا كمان مربى توت، فلبن مكثف مربى كميه سكر كبيره جدا، مش معقول احط كمان سكر، يبقى صعب قوي. وسيد عمال بقى يحط بقى في الكراميل وصوص الشوكولاته وايه، الله بيدلع الشغل بصراحه. تسلم ايديك، يعني بصوا ما في، ما قابلتش حد لحد دلوقتي ما بيحبش السينابو وهي طالعه سخنه كده وعليها شويه صوص حلوين، ما شفتش بصراحه. عندنا الكنترول كله يعني، مش عايزه اقول لكم. كل الكميه دي محجوزه، كل ما شاء الله، بألف هنا وشفا على قلبكم. طيب احنا دلوقتي الكريمه زي ما احنا شايفين كده بنضربها لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه، تمام كده، حلو جدا. في المرحله دي هبتدي انزل بالايه، باللبن المكثف بتاعي، تمام. انا كده خلاص ضربتها كفايه جدا، وصلت للايه، للمرحله اللي انا عايزاها، وانزل باللبن المكثف بتاعي، تمام. وابتدي بقى ايه، اخفقها يعني، سوري اخلطها مع بعض، عايزين بس ايه سباتشولا، تمام اهو، واخلطها بالراحه كده بقى من تحت لفوق كده عشان ايه الهواء الجميل اللي الكريمه خدته ما يطلعش تاني اهو بالشكل ده. طب بعد كده هعمل ايه؟ هقول لكم حالا. هبتدي احط الفانيليا بتاعتي اهو، الكريمه اختلطت مع اللبن المكثف، اللبن المكثف بيدي اي حاجه بصراحه طعم جميل جدا ونكهه رائعه. هبتدي انزل بالفانيليا بتاعتي، تمام. وناخد مدام حنان من البحيره، اهلا بيكي وبكل اهل البحيره. اهلا بيكي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي، كل سنه وانت طيبه، عيد سعيد عليك يا رب. وانتوا طيبين يا رب ان شاء الله. لو سمحتي عاوزه مقادير كيكه الفواكه. عينيا حاضر، تنزل حالا دلوقتي. شكرا جزيلا. عينيا حاضر. يا ريت بس بعد اذنكم استاذنكم في مقادير كيكه الفواكه، تسلم لي. هنا بصوا نزلت بالمربى، بصوا اللون الجميل اللي هي هتديوني دلوقتي، لون موف حلو قوي. ال ال ال
والمقادير اهي لمدام حنان. مدام حنان تأمرنا وكل اهل البحيره اهلا بيكي. طيب خلطنا كده ايه، خلطنا الـ الكريمه بتاعتنا، الله على اللون اللي هي خدته اهو ده. ممكن اديها لون تاني على فكره اهو، تمام كده اهو ما شاء الله اهي. بصوا انا ممكن العب بالالوان زي ما انا عايزه وبحاجات طبيعيه، مش بالضروره تكون ايه الوان صناعيه ولا حاجه. يعني انا ده مربى توت عادي جدا بس ادتني لون حلو قوي، ممكن اديها مربى فراوله. طيب انا بقى مجهزه هنا ايه معايا في، بصوا معايا في الصينيه دي، دي طبقه كيكه من نفس كيكه الفواكه اللي انا خبزتها. بصراحه خدت منها طبقه، عملت خبزت كميه تانية وخدت منها طبقه زي ما احنا شايفين كده. هعمل بيها ايه الطبقه دي؟ دي هتبقى البيس بتاعي او القاعده اللي انا هستعملها لتورته الايس كريم. فكره ظريفه وحلوه، واشغل بيها الكيكه اللي انا عملتها، وابتدي انزل بقى بالكريمه، بكريم الكريم اللباني اللي انا خفقته ده مع مربة التوت لحد كده تمام جدا خلاص، وابتدي اسويها كده من على السطح شويه اهو بس كده، وهدخلها الثلاجه بعد اذنك يا سيد اهو. هندخلها الثلاجه مده مثلا نص ساعه او كده لحد ما تمسك نفسها. هخرجها هخفق كميه كريمه تانية واضيف عليها تاني مربى توت بس كميه اقل. ليه؟ عشان تديني الدرجه الافتح دي. انتوا معايا هنا اهو. انا دلوقتي هقول لك، انا بص عملت اول طبقه الكيكه، ادي الكيكه طبقه الكيك، ثم طلعت اديت لون ايه اللون الموف الحلو الجميل، ودخلتها الثلاجه جمدت، طلعت اديت لها كريمه تانية لون موف درجه اقل. نعم تمام. دخلتها الثلاجه تجمد للمره الثانيه، خرجتها اديت لها كريمه عفوا كريمه من غير اي ايه الوان. بقى عندي تورته ايس كريم متدرجه الالوان من تحت لفوق بكل درجات الموف لحد ما وصلت للون الايه الابيض، والقاعده بتاعتي طبقه كيك من اللي انا خبزته الكيك الفواكه. يبقى انا كده معايا تورته ايس كريم حلوه قوي، ممكن اديها جرنش او تزيين باي بقى ايه اي فواكه عندي، حاجه بسيطه جدا. مش هعمل مهرجان يعني، انا بعمل حاجات رقيقه بسيطه، الحاجه المتوفره في البيت شغليها اهو. في ابسط من كده وفي احلى من كده اهو. مثلا لا دي لا. ويلا بينا نشوف اخر حاجه معانا النهارده اللي هي فقره خطوه في خطوه، اللي احنا بنحاول فيها ان شاء الله نحل اي مشكله تقابلنا في المطبخ، واحنا بنخبز واحنا بنطبخ اي حاجه، اي مشكله او اي حاجه باظت مننا ازاي نستغلها. ادي تورته الايس كريم بالتوت الازرق. طيب الفقره دي انا معايا ايه؟ معايا ازاي هنستغل بقى لو عندي كيكه انا خبزتها برضو بس نشفت مني وبايتة ومش عارفة استعملها ازاي او هرميها. لا انا ما برميش حاجة خالص، ما بحبش ابدا كلمة ان انا ارمي الحاجة دي، حرام اصلا. فطيب انا دلوقتي معايا ايه؟ معايا في الفقرة دي الكيك اللي هو البايت معايا او الناشف، معايا عصير فواكه اي عصير موجود، معايا كريم شانتيه مخفوق، ومعايا صوص شوكولاتة او كراميل. وصوص شوكولاتة وكراميل اللي انا اوريدي استعملته في الايه في السينابو بعد اذنك يا سيد، الصوص اللي احنا برضو استعملناه هنستغله تاني تمام. ادي بقى يبقى معانا كل حاجه اهو. ابتدي مثلا ارص الكيك بتاعي ده اللي انا كنت كده كده هرميه، ابتدي ارصه في تحت في اي كاسه مثلا بالشكل ده، وابتدي اديله بقى ايه شويه، بس عايزه معلقه بعد اذنك بقى انا ايه ثواني، عشان عايزه اقول كمان مقادير السينابو تاني قبل ما نقفل الحلقه. هديله شويه عصير، حاجه بسيطه جدا بالشكل ده مش هكتره اوكي، وابتدي انزل بشويه كريم شانتيه. نعم هي دي تمام. يبقى انا كده استغلت الكيك بتاعي اللي انا البايت او الناشف في ان انا ازاي اعمل منه حاجه جميله. العصير لما هينزل على الكيك الناشف هيطريه ويرجع يديني طعم حلو مع بقيه الاضافات تمام كده، وما رميتش حاجه برضو. شويه صوص شوكولاته الله عليه اهو حلو جدا، شويه لوز، ممكن شويه فواكه عندي، اي حاجه بقى، انتوا احرار في الخطوه دي. طيب تمام مع حضرتك.
انا كده ايه بحط الكيك بتاعي برده تاني اهو، وابتدي اديله شويه عصير. يلا عشان سريعا عايزه اقول السنابو تاني. طيب وابتدي المره دي بقى هديله ايه شويه صوص كراميل. اهو وادي صوص الكراميل، وكل الصوصات هنعملها مع بعض، وكل التوبينجز هنعملها، مش هنسيب حاجة مش هنعملها ان شاء الله. طيب شوية صوص شوكولاتة في الاخر. هينفع ان انا اقول السينابون مرة تانية؟ طيب تسلم تسلم لي يا رب يخليك، تسلم لي. شوية لوز، ويبقى كده فقرة خطوة بخطوة اتعلمنا النهاردة، او عرفنا ان احنا مش هنرمي حاجة، مش هنرمي الكيك الناشف او البيت، لا هنستغله نعمل منه ترايفل سريع في اي كاسة عندك. ادي السينابون اللي خرج معايا من الفرن النهاردة، شكله جميل جدا وبيشهي. طيب تعالوا بقى نقول بسرعة وصفة السينابون. طيب انا الوصفة كانت عبارة عن ايه، 1 كوب لبن دافي، 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، 3 كوب زبدة سايحة، 4 كوب دقيق، 0.5 كوب سكر، 2.5 معلقة صغيرة خميرة جافة فورية، ومعايا في حشوة السينابو كان معايا 1 كوب سكر بني، 2 معلقة كبيرة قرفة ناعمة، و0.5 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة. الوصفة السينابو دي سهلة جدا، كل اللي بنعمله بنحط اللبن الدافي الأول، وبعدين نحط عليها البيض، هنزل بالزبدة والسكر والدقيق، وآخر حاجة الخميرة، أخلطهم في العجان 10 دقايق متواصل، هبتدي أخرجها أحطها في بولة مدهونة بالزيت. ليه؟ عشان ما تلزقش مني لما اجي انزلها. هغطي البوله بتاعتي بفوطه ناشفه نظيفه، واسيبها في مكان دافي، ده شرط اساسي، مكان دافي قريب من الفرن او الفرن مطفي، بحيث ان هي تاخد حراره الفرن، الخميره تشتغل معايا، تتفاعل، تخلي العجينه بتاعتي تعلى معايا. ازاي بعرف ان العجينه جاهزه على الشغل؟ ان بلاقيها ضعفت كميتها، بقت الضعف.